وزارة الداخلية كمان عندهم مبادرة من المبادرات المتميزة جدا، كلنا واحد أيضا، ولكن فين كلنا واحد؟ رايحة فين؟ رايحة المحافظات النهاردة المختلفة في الأماكن الأكثر احتياجا، في بني سويف والبحيرة وإسكندرية، عدد من المحافظات المصرية بيقدموا أو بيوزعوا العبوات الغذائية زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. عبوات طبعا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وتقديم للأسر مش في بيتهم بس، حتى بيروحوا لهم أماكن شغلهم، ناس موجودين في الشارع بينظفوا بتشجير، بيشتغلوا في التشجير، ناس في الأرض بتاعتهم في الغطام بتاعتهم، ناس في أماكنهم، يعني جولات يقوم بها رجال وزارة الداخلية لتوزيع آلاف من العبوات الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا في محافظات مختلفة. ادي بني سويف وعدد كبير من المحافظات، وانا اعتقد دي الدفعة الاولى، بعد كده هيكون في محافظات اخرى، ولكن كانت البداية اليوم. نتابع وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد. مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، حيث تم توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على قاتلي المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بخاصة المرأة المعيلة. المبادرات بتيجي باستمرار عندنا وهي موفره لنا حاجات كتيره، وكل سنه وانتم طيبين، ونشكر سياده الرئيس انه فاكرنا دايما في المواسم الحلوه. ولم يقتصر توزيع المساعدات على الاماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، انما تمتد الى مقار اقامتهم واماكن عملهم، حيث حرصت الوزاره على ايصال هذه المساعدات الى مستحقيها على مستوى الجمهوريه. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه فاكرنا في حاجه زي كده ومش ناسينا. أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه جنبينا وفكرنا دايما في كل حاجة وفي كل خير. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا إنجازات الصوامع وعمل لنا تكاسف الطرع، كان كل شوية ننزل نبحث ونطلع، لكن دلوقتي الإنجازات ما شاء الله التكاسف حلوة. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد. من محافظة إلى أخرى انتقلت مأموريات وزارة الداخلية، ووسط إشادة كبيرة من المواطنين تم توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي. كل سنة هو طيب وانت عليه بخير ويزيد من نعيم الله. أنا بحب أشكر وزارة الداخلية عنهم وجم وزع علينا الكارتين، وربنا يخلي لينا يا رب ما يحرمنا من أبدا. الله يخليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بينا ومراعينا. كل سنة حضرتك طيب وربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. أنا مبسوطة إن السيادة الرئيس فاكرنا وجاي لنا لحد الأراضي الزراعية ومدينا مبادرة كلنا واحد، ويا رب دايما يبقى فاكرنا على طول. لا شك أن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل نجاحاتها في التخفيف عن كاهل المواطنين من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية، والذي يأتي في مقدمة أولوياتها.
لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد والقلب وما يريد واحنا بنحب مصر هنا مصر اللي عايشينها. نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ما سيبناش في المبادرات في اي وقت وفي اي مناسبه، على طول جايين لمحافظه السويس. وكل سنه وهو طيب وكل سنه والناس كلها طيبه يا رب. وتأتي هذه المساعدات إسهاما من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية في المناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. نشكر السيد الرئيس اللي هو جاب لنا كرتونة رمضان، وكل سنة هو طيب. كتر ألف خيرهم إنهم واقفين جنبينا ومفكرنا على طول على طول على طول. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عقبال كل سنة ورمضان يبقى مبروك عليه ويفتكر الغلابة. يا حبيبتي الملايين غالية وجوا العين يوم خمسة. ربنا يخلينا الريس ويطول لنا في عمره. لما قريب وبعيد شعب الايد ما نحرمش منك يا رب، وباركنا فيه ويديله الصحة. بنحب مصر هنا مصر اللي عشناها اتباهى هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي هنا مصر هنا مصر اللي عشناها اتباهى هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي هنا مصر. كل سنة وحضرتك طيبة. حرمش من الرئيس وربنا يخليكم لنا يا رب. كل سنة طيبين وربنا يا رب كده يقويه ويعينه ويجعله فخر مصر كلها. هنا ما بنعرفش الخوف نتحدى في أي ظروف ووصل رئيس الجمهورية بتاعنا وربنا يخليه لنا. وتحيا مصر وربنا يخليه. والمبادرة دي دايما على طول يفرح بيها الغلابة كله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا رئيس الجمهورية. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بشعبها وأهلها.